بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. معكم أحمد بلاغ، دائما في سلسلة حلقات تتعلق بالتنمية الذاتية والبشرية. فموضوع الحلقة مهم جدا، ونتمنى أن الكل يشاهد هذه الحلقة ويبارطاجيها مع الناس اللي كيعرفوا واللي ما كيعرفهمش باش تعمل فائدة. كثير كنسمعوا على التنمية البشرية والتنمية الذاتية، وأنا كنقول ما يمكن نحققوا التنمية البشرية بدون تحقيق التنمية الذاتية. أشنية التنمية الذاتية هي تحسين مستمر والتنمية المستمرة للفرد اللي كتأدي باش يستغل الطاقة اللي فيه باش يحقق الأهداف اللي سطرها. وتتم هذه العملية عن طريق ما يسمى بالبرمجة اللغوية العصبية او الهندسه النفسيه. شنو كنقصدوا بالبرمجه اللغويه العصبيه؟ غادي نشرح لكم بالتفصيل ماذا تعني البرمجه اللغويه العصبيه، لانها العامل المحدد لنجاح او فشل اي فرد في المجتمع تاعنا، وهي اللي غتمكننا من خلال تحقيق التنميه الذاتيه لكل فرد، فبالتالي غادي نحصلوا على التنميه البشريه. اذا سعى كل واحد فينا باش ينمي ذاته، فبالمجموع غادي نحققوا ما يسمى بالتنمية الذاتية، التنمية البشرية عفوا. فالبرمجة تتعني برمجة الجهاز العصبي اللي كيتحكم في الوظائف ديال الجسم، بحال السلوك والشعور والتفكير والتصرفات ديالنا، وهي اللي كتمكننا باش نكونوا ونشكلوا يعني صورة على العالم الخارجي في الأذهان ديالنا. وكاين اللغة، أي اللغة اللغوية، وهي قدرة على استخدام يعني الملفوظات، اللغة الملفوظة وغير الملفوظة والذهنيات لبرمجة العقل الباطن. فالإنسان تتكون من عقل باطن وعقل واعي، وغادي نشرح في اللي جايين يعني الدقائق الجاية ما هو الفرق بين العقل الباطن والعقل الواعي. فغادي ننتقل للنقطة الثالثة اللي هي العصبية، فهي متعلقة بالجهاز العصبي، أي الحواس ديالنا اللي من خلالها كنشوفوا يعني العينين، وكنسمعوا الأذنين، وكنشعروا يعني حاسة الشعور اللي هو حاسة اللمس، واللي كنذوقوا يعني حاسة الذوق، والشم من خلالها كيتبرمج العقل تاعنا وتتكون لنا صورة على العالم اللي كنعيشوا فيه. فالإنسان كيف قلت تتوفر على العقل على مستويين من العقل، كاين العقل الواعي والعقل الباطن. فالعقل الواعي هو اللي كيبرمج لنا العقل الباطن، وكيستوعب من 7 حتى العشرات المعلومات يعني في لحظة ما. وكاين العقل الواعي كيف قلت كيستخدم الإنسان منه من 3 حتى 4%. الإنسان كيستعمل في عقله فقط من 3 حتى 4% من العقل دياله، والعقل الباطن كيستوعب يعني كمية كبيرة من المعلومات، ما يزيد عن 2 مليار تاع المعلومات في الثانية، وكيسير وكيدير 90% من الحياة ديالنا، بما فيها عملية الهضم وضربة القلب والتنفس والآلاف ديال العمليات اللي كتحدث في الدقيقة الواحدة، وكيشرف عليها العقل اللاواعي. وكيحتوي العقل الباطن على جميع الذكريات اللي مرينا منها، والبرامج اللي استقرات في العقول ديالنا من اللي كنا في الأرحام ديال الأمهات تاعنا، والكيفية اللي تبرمجنا بها، الكيفية اللي تبرمجنا بها يعني باش نستوعبوا العالم الخارجي من فترة الطفولة والشباب إلى يومنا هذا. فإحنا ممكن أننا نغيروا البرمجة ديالنا، خاصة إذا كانت برمجة سلبية، عن طريق ما نسميه ببرمجة العقل الباطن، حيث العقل الواعي هو اللي كيتولى برمجة العقل الباطن. يعني إذا كان شخص ممكن يقوم بواحد العمل، فتأكد أنك أنت ممكن تقوم بالعمل اللي يقوم به، خاصة إذا كان ناجح. فالمطلوب منك فقط أنك تبرمج
ولا اعاده برمجه العقل ديالك، وغادي توصل للمستوى اللي انت باغيه. وحنا اللي مسؤولين على الذهنيات ديالنا وعلى العقل ديالنا، فالنتائج اللي كتحصل عليها نتيجه البرمجه ديال العقل ديالك. وهنا غادي نفتح القوس ونشير الى ان الناس اللي كيساهموا برمجه العقول ديالنا، مثل الامهات كيبرمجوا العقول ديال الاطفال تاعهم، والمعلمين والاساتذه عندهم دور كبير في برمجه العقول تاعنا والطريقه اللي كنفكروا بها وكنبنيو بها الافكار وكنعيشوا بها. فالانسان يعني اللي تيتلقى برمجه يعني ايجابيه في الحياه تاعو، فتيتمكن انه يعيش سليم وسعيد ويقدر يفكر بطريقه سليمه. وكاين البرمجه السلبيه للذات، يعني تجي يعني معظم الناس كيفكروا على ان يعطيو الايحاءات السلبيه ويبرمجوا نفوسهم بطرق سلبيه. تلقى شي واحد مثلا كيقول انه ما كاين حتى واحد كيقدرني، ولا انا غير زايد في هذه الدنيا. فهو بهذه الاشارات كيبرمج العقل ديالو الباطن اللي ما كيفرقش ما بين الصح وما بين الغلط. فاي معلومه عطيتيها للعقل الباطن فهو كيعطيك رد الفعل تاعو. وكل اللي كيحتقر نفسه كيقول لك بان ما لي قلت حتى شي حاجه، فهذا اللي كيحتقر نفسه كيف كينتظر انه الناس يقدروه. وكاين اللي كيقول لك بان الناس تينافقوني من اجل الفلوس اللي عندي، فالناس ما تعاملونيش فقط حيت انا انسان ولكن بالفلوس تاعي. وكل اللي كيشعر بالفراغ الداخلي نتيجه البرمجه السلبيه لحياته. فالانسان اللي كيبرمج الحياه تاعو والعقل ديالو خاصه بافكار ايجابيه، فهو تيعيش سعيد وتنتج افكار جديده وتساهم في التنميه ديال الذات تاعو، وبالتالي كيساهم في تنميه المجتمع. وغادي نواصل بلا ما نطول عليكم، لان حسيت باني طولت عليكم. غادي نواصل في الحلقات القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.